اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في قناه ايهاب روماني التعليميه والتثقيفيه. احنا قدمنا لكم كورسات في اللغه الانجليزيه، كورسات في الكمبيوتر، كورسات في عن الكيبورد، وقدمنا كورسات في تعليم الرياضيات يعني مناهج الرياضه. والنهارده بنقدم مع بعض كورس جديد شرح النحو، نحو اللغه العربيه طبعا باسهل الطرق. هناخد معاكم حلقات متعدده هنشرح فيها النحو، وهنبدا من صفر خالص. يعني لو اي حد حابب يستفيد هيبدأ معانا من الصفر، لو ينفع مناهج تعليمية ينفع ابتدائي اعدادي ثانوي، ينفع لمناهج تعليمية، وينفع كمان لأي حد نفسه يتعلم النحو للغة العربية. احنا هنبدأ مع بعض بسهولة قوي وبأسهل الطرق، ويمكن كمان يعني هنشيل شوية حشو كده وهنخلي الموضوع هيبقى سهل قوي. عشان كده تابعونا، اعملوا سبسكرايب، واحنا كل فيديو هينزل يجيلك اشعار يقولك ان في فيديو جديد نزل في القناة عامة في اي مجال. يلا بينا نبدأ مع بعض النحو. هنبدأ درسنا النهاردة بأقسام الكلام. طبعا النحو هو يعني بيتعامل مع الكلام اللي احنا بنتكلمه، الكلام المنطوق أو الكلام المكتوب، لأنه أنت بتنطق نطق سليم لو أنت عارف نحو كويس، وبتكتب كمان بالتشكيل وبتكتب بشكل سليم، زائد كمان الكتب العربية يعني أنت هتقراها بشكل واضح جدا لو أنت عارف النحو كويس أوي. هناخد مع بعض النهاردة أقسام الكلام. إيه هي أقسام الكلام؟ حد يخمن معايا كده أقسام الكلام؟ أيوة، في ناس عارفة فبتقول لي الكلام اسم وفعل وحرف، فبرافو عليكم طبعا. يعني خلينا نقول مع بعض، أول حاجة في الكلام حاجة اسمها الاسم. الاسم نعرف الاسم، نعرف عنه إيه؟ ممكن يكون اسم إنسان، قمر، سامح، علي، اسم أي إنسان، ده من ضمن الأسماء، اسم الإنسان. اتنين، أسماء الحيوان، أرنب، قط، كلب، كل أسماء الحيوانات. تالت اسم النبات، زهرة، شجرة. الجماد طبعا بكل أنواعه، قلم، حائط، مكتب، أي حاجة جماد قدامي مش بتتحرك مفيهاش حياة، دي أسماء الجماد. الصفات يعني ده غير اللغة الإنجليزية، الصفات هنا الصفة هي كمان في العربي من الأسماء، يعني الكريم أقول الولد الكريم، الكريم دي صفة. أقول جو جميل، جميل صفة، الصفة برضو تعتبر من الأسماء. احنا عندنا كده أول حاجة في أقسام الكلام الاسم، والاسم اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة وهكذا. يبقى كده عندنا أول حاجة في أقسام الكلام الاسم. تاني حاجة في أقسام الكلام الفعل. الفعل تملي بيبقى مقترن بحركة، بقى بحس إن في حاجة، يعني بحس إن في حركة. الفعل مقترن بحركة، في منه فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. يبقى عندي الفعل 3 أنواع، ماضي أو مضارع أو أمر. أمثلة: ماضي كتب، لعب، ذهب، أكلت، شربت، مضوا، استأذنوا. الفعل المضارع أمثلة عليه: يكتب، يلعب، يأتي، يذهب، تذهب. فالفعل المضارع غالبا هلاقي فيه يه او ته في اوله كده. الفعل الامر لما حد بيأمر حد افعل حاجة، اعمل حاجة، فعل الامر: اكتب، العب، اذهب. يبقى دي كده الفعل من اقسام الكلام، بيتكون من فعل ماضي، فعل مضارع، فعل امر. ناقص حاجة اخيرة، حرف. والحرف هي يعني زي حروف الجر، حروف النصب، حروف كده ما تكتملش معناها غير من باقي الجملة. في، لو أنا قلت في بس، من، أتيت من المدرسة، لو أنا قلت باقي الجملة يتفهم، لكن في، من، إلى، الحروف ما بتديش معنى. فعشان كده حاجات كتير هناخدها، وناخدها بالاسم، هناخد حروف الجر، حروف النصب، حروف الجزم، فهتبقى بناخد الحروف دي. وطبعا مش مقصود بيها إن هو يبقى حرف من حروف اللغة العربية، لا، ده من أقسام، حرف من أقسام الكلام، يعني كلمة صغيرة ملهاش معنى، يعني لا تعطي معنى إلا إذا اقترنت بالجملة. فعشان كده هيبقى عندنا حروف. يبقى قلنا كده مع بعض إن أقسام الكلام اسم، فعل، حرف. طبعا احنا بادئين من البداية خالص، يعني من أول حاجة خالص. أنا عارف إن معظم الناس هتبقى عارفة الكلام اللي بقوله النهاردة، بس خلينا عشان تبقى سلسلة متكاملة إن أنا أبدأ من البداية من أقسام الكلام. أقسام الكلام اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. قلنا الفعل بيتكون فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. عندنا كمان الضمير، هنتكلم عن الضمير
واقسام الكلام قلنا اسم وفعل وحرف، ومكان الاسم ممكن يبقى فيه ضمير. يعني الاسم ممكن يبقى ايه، اسم او ممكن يبقى ضمير. ايه الضمائر اللي عندنا؟ عندنا اول حاجه ضمائر المتكلم، انا نحن. يعني ايه ضمير؟ ضمير يعني جايه من حاجه مضموره او مش مختفيه. مثلا انا اسمي عادل، فلما باجي اتكلم مش بقول عادل بيشرح، عادل دلوقتي هيقول لكم حاجه، لا بتكلم عن نفسي بقول ايه، بقول انا متكلم، فبقول انا. فانا كده اخفيت اسمي وقلت كلمه انا، فانا تحل محل عادل اللي هو اسمي، يبقى ده اسمه ضمير. ضمير المتكلم او المتكلمين، نحن للجمع، انا للمفرد، انا نحن، انا نحن، يبقى ده كده ضمير المتكلم. تاني نوع من الضمائر اسمه ضمير المخاطب، انت، بكلم حد بيبقى بقول له انت او انتي لو مذكر او مؤنث، انتما مثنى مذكر ومؤنث، انتم للجمع المذكر، انتن للجمع المؤنث، يبقى كده ده ضمير المخاطب. تالت نوع ضمير غائب، ضمير الغائب هو، هي، هما، هن، هم. هو يبقى هو ضمير غائب للمفرد المذكر، هي ضمير غائب للمفرد المؤنث، هما، هما اللي هما فيها ألف الاثنين دي، هما بتكلم ضمير الغائب للمثنى إذا كان مذكر أو مؤنث، هن، هن ديت للجمع المؤنث، جمع الإناث يعني، هم جمع المذكر، جمع المذكر، يبقى أنا بتكلم على مفرد مذكر بقول هو، مفرد مؤنث بقول هي، مذكر أو مؤنث بس مثنى بقول هما، مؤنث جمع بقول هن، مذكر وجمع بقول هم، يبقى كده ده اسمه ضمير الغائب، ضمير الغائب. الضمائر دي كلها عندنا برضو، الضمائر هتحل محل الاسم، يعني الوقت مش هذكر فيه اسم هقول ضمير، يبقى الضمير بيحل محل الاسم. لكن كمان عندنا حاجة اسمها أسماء الإشارة، لما أجي أشاور على حد أو على حاجة أو على، بقول هذا مفرد مذكر، هذه مفرد مؤنث، هذان مثنى مذكر، هاتان مثنى مؤنث، هؤلاء للجمع بنوعيه، يبقى كده هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، دي اسمها أسماء الإشارة، برضو بتيجي عشان أشاور على حاجة. إلى اللقاء في درس جديد من دروس النحو، مهندس عادل الروماني.